إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الحسن وولي عهده الأمين محمد بن سلمان والشعب السعودي الذي لا يغير شعوره نحو بلده مكان أو ظرف أو زمان. يا سيدي سلمان ضمرك متحد بروح أرضي والمليك أولاد دق الخشوم المينعة يا أبو فهد ونستوت الروس قصر قاضة دق الخشوم المينعة يا أبو فهد ونستوت الروس قصر قاضها معك معك وربي الواحد أحد في خير ولا شر ما نعيابها ومحمد اللي للكوايد وجد يتعب مدور كبوته وطلابها له عين حر وناب ذيب يمنى الأسد أسكت حلوق وملتفت لذنابها جبت الولد يا أبو فهد عي هالولد الشعب كله بيعته رضابها ولا دعينا من الحدود إلى اللحد على الشهادة جينا والله جابها من فوق قبن رمي هذا ويرعد ترهب عدو والله وداعي إرهابها نخيل قدحت نارها وقت السدد برق ينوب على الولي صبابها ولا على فطس الخشوم واللي صمد فهد يزومه أو رضا طلابها يا سيدي شعبك ترى ضعف العدد احسب حساب عيالها وشيابها الورع منا لحت ما يصبح ولد وسنين عمره ما يعرف حسابها شرب المنايا كيفنا دون البلد وندع كبود اللي يبي خراضها شعبك وفي ما فيهم اللي قد جحد سمعا وطاعة سيدي غنابها سلامتكم سلطان العنزي من سويسرا.